بتقول إن الشيطان في العهد القديم كان محتفظ بالغنيمة بتاعته اللي هو الناس اللي أضلهم، لغاية لما جه الأقوى منه. مين الأقوى منه؟ اللي هو المسيح. فلما جه الأقوى منه نهب بيته، نهب بيته يعني خد الغنيمة بتاعته. عشان كده في آية تقول إيه، إن المسيح سبى سبيا. يعني إيه سبى سبيا؟ يعني الشيطان كان واخد الناس سبايا عنده، جه المسيح سبى السبي بتاع الشيطان ده، يعني خد السبايا دول وسباهم هو ليه هو. عشان كده في ليلة أبو غلامسيس بنحتفل بإيه، إن المسيح يعني بعد الصليب نزل الجحيم وخلص كل الأنفس اللي هم كانوا ماتوا على الرجاء في العهد القديم، ما بقاش الشيطان ليه سلطان عليهم لأن المسيح خلاص قيد الشيطان. فقبض على التنين الحية القديمة وقبض عليه، بس هنا بيقول لما جه يعني يقول فقبض عليه، راح قال كذا اسم للشيطان. أول حاجة التنين، احنا شفنا إن يعني شفنا في الإصحاحات اللي فاتت في تنين وفي وحش اللي هو طالع من البحر وفي الوحش اللي طالع من الأرض. والتنين اللي هو الشيطان، الوحش طالع من البحر اللي هو الأنتي كرايست أو ضد المسيح، والوحش طالع من الأرض اللي هو كان النبي الكذاب. فالتنين ده من أسامي الشيطان. تاني حاجة قال الحية القديمة، الحية القديمة هنا يقصد بيها الحية اللي أغوت آدم وحواء في الفردوس، فده برضه كان الشيطان. الذي هو إبليس، ده برضه اسم من أسماء الشيطان، والشيطان، يعني قال 4 أسماء للشيطان. برضه مهم نعرف إن من أسماء الشيطان دي إبليس والشيطان إن هو المعاند، بيعاند ربنا، بيشتغل ضد ربنا. عشان كده ضد المسيح اللي هو الأنتي كرايست ده بيشتغل بقوة الشيطان، لأن الشيطان نفسه شغلته إن هو يعاند ربنا، يعاند يعني عمل ربنا. ربنا عايز الناس كلها تجيله، لكن الشيطان بيحاول يمنع الناس إنها تيجي لربنا. برضو من ضمن الأسماء المهمة يعني للشيطان إن هو المشتكي. مشتكي، يعني بالتالي احنا اتكلمنا على الحكايه دي قبل كده، ازاي ان الشيطان شغلته ان هو بيشتكي، يعني اتكلمنا عليها لما قبل كده يقول طرح المشتكي. المشتكي ده اللي هو ايه، بيشتكي ربنا للناس، يزعل الناس من ربنا، يشتكي الناس لربنا يعني. بس طبعا ربنا ما بيزعلش من الشكايه يعني بتاعت الشيطان، زي مثلا ما اشتكى ايوب. وبعدين بيشتكي الناس لبعض، ودي يعني أكتر حاجة إحنا بنشوفها يعني في حياتنا، إن الشيطان يشتكيني عند حد، فلاقي مثلا واحد زعلان مني، أو يشتكي حد ليا فأنا أبتدي أزعل منه وهكذا. فبرضه عايزين نبقى واخدين بالنا إن لما تجينا الأفكار دي نعرف إن دي شغلة الشيطان. لما يجيلي مثلا فكر إن فلان ده مثلا عمل كذا عشان يقصد كذا، ولا هو كان يعني مخطط لحاجة، ولا الكلام ده كله، الشيطان بيشتكي الناس لبعض. فلما احنا ناخد بالنا من الحكاية دي نقدر ان احنا نقاوم العمل بتاعه. وقيده 1000 سنة، دي بقى نقطة مهمة. ايه الـ1000 سنة؟ هل دي 1000 سنة بجد يعني؟ لا، احنا برضو الكنيسة بتاعتنا يعني بتفهم الآية دي إنها يعني زي أغلب الحاجات في سفر الرؤيا، هي آية رمزية. الـ1000 سنة يعني من ساعة لما المسيح جه على الأرض واتصلب لغاية الوقت اللي احنا عايشين فيه ده كله، لغاية المجيء تاني، ده الـ1000 سنة. الـ1000 سنة ده اللي هو بنسميه الملك الألفي. إن الشيطان مقيد، يعني إيه شيطان مقيد؟ مش معنى إن الشيطان مقيد إن هو ما بيشتغلش، لكن هو ملوش سلطان. يعني هو شغال، وطبعا احنا شايفين ان هو شغال طول الوقت، لكن هو ملوش سلطان. بمعنى ايه؟ ان هو ما يقدرش يجبرني ان انا اعمل حاجة غلط. يعني هل هو بيعمل؟ طبعا بيعمل، لكن ما عندوش سلطان ان هو يقول لحد اعمل كذا او ما تعملش كذا. هو بيغريني من بعيد، يعني يقدم لي الحاجة البضاعة بتاعته من بعيد. لو انا قبلت يبقى أنا كده قبلت بإرادتي، أنا اللي اخترت إن أنا أقبل، لكن هو ما عندوش سلطان. فمن ساعة لما المسيح جه والشيطان مقيد.
والفترة دي كلها اللي احنا عايشين فيها بنسميها الملك الألفي للمسيح، اللي هو ال1000 سنة، إن المسيح بيملك، بس بيملك على مين؟ بيملك على الناس اللي قبلته، اللي قبلوا الخلاص، اللي بيحبوه، اللي بيسمعوا وصيته، فهو بيملك على الناس دول. وبعدين يقول وطرحه في الهاوية، يعني هو قياده 1000 سنة، وطرحه في الهاوية. والهاوية برضو اللي هي الجحيم، اللي هي الحفرة، اللي هي يعني مش المكان الأبدي لسه، اللي هي مكان يعني زي ما بنقول احنا في الفردوس مكان انتظار الناس اللي رايحين السماء، والجحيم مكان انتظار الناس اللي هم مش رايحين السماء. وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد. يبقى الشيطان دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها مقيد ان هو ما عندوش سلطان زي ما كان عنده قبل مجيء المسيح حتى تتم ال1000 سنة. ال1000 سنة دي بقى لما تتم بيقول هيبقى في وقت قصير، وبعد ذلك لابد ان يحل زمانا يسيرا، يعني هيجي وقت في اخر الايام ان الشيطان هيبقى له فرصة ان هو يبقى عمله اقوى. وبرده في يعني رأي بيقول ان ده بسبب ان الناس نفسها هتطلب الشر، أو هتطلب إنها يعني هتبقى بعيد عن ربنا، وهيطلبوا إن هم يعملوا الغلط زي ما المسيح بيقول. يعني في الوقت ده هيبقى فيه تعاظم الإثم أو كثرة الإثم، يقول لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، أو تعاظم الشر. الكلام ده شفناه في أقوال المسيح على المجيء التاني، وشفناه كمان في أيام نوح، في أيام الطوفان. عشان كده المسيح لما جه يتكلم على المجيء التاني يقول كما كان في أيام نوح هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان. إيه اللي كان موجود في أيام نوح؟ كان موجود كثرة إثم، إن الناس بتعمل شر كتير وبيزيدوا في الشر بتاعهم وبيخترعوا أنواع جديدة من الشر، وما بيسمعوش لكلمة ربنا ولا بيسمعوا لإنذارات ربنا. فدي نفس اللي حصل ساعتها، يعني نفس الجو اللي موجود ده العام هيبقى موجود برضو في النهاية. فبسبب كده هيبقى الشيطان ليه سلطان أكبر، ففي بيقول يعني كده. وبعد ذلك لابد أن يحل زمان يسير، يعني برضو الزمان اليسير ده اللي هو فترة النبي الكذاب اللي شفناها، اللي هي 3 سنين ونص، بس طبعا قلنا مش 3 سنين ونص حرفيا، لكن يعني فترة يسيرة. الفترة دي برضه شفنا قبل كده إن هيبقى فيها أخنوخ وإيليا اللي هما الشاهدان اللي ربنا هيبعتهم في آخر الأيام. وبرضه قلنا إن في رأي بيقول إن هما أخنوخ وإيليا، ورأي تاني بيقول إن هما يعني كل إنسان بيشهد المسيح، المسيح هيبقى ليه شهادة في الوقت ده، مش هيسيب نفسه بلا شاهد. فلو خدنا برضو الموضوع ده بطريقة يعني روحية أو رمزية، يعني إن حتى في وقت الضلالة الأخيرة دي حتى والشيطان عنده سلطان، مش معنى كده إن ولاد ربنا هيبقى الشيطان ليه سلطان عليهم، هو سيضل لو أمكن المخطئين أيضا، لكن مش معنى كده إن هو هيبقى له سلطان عليهم إن هم ما عندهمش اختيار، يعني لازم يضلوا، لا، لأن برضو ربنا سايب شهود ليه، وربنا بيعمل فيهم زي ما شفنا في حكاية أخنوخ وإيليا، أو الشاهدان الزيتونتان، شفنا إن هما بيعملوا يعني عمل الروح القدس، بيشهدوا لربنا عن طريق الروح القدس اللي فيهم. دي آية يعني مش من سفر رؤيا، من رسالة كولوسي، راح معاكم كده عشان تعرفوا يعني إيه المسيح قيد الشيطان. بيقول إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، يعني كان علينا صق، كان علينا يعني عقوبة كانت ضد لينا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. المسيح بالصليب شال الصق ده. وبعدين يقول في آية 15، خلوا بالكم بقى، إذ جرد الرياسات والسلاطين، الرياسات والسلاطين هنا اللي هم مين؟ يقصد الشيطان والجنود بتوعه، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. يعني على الصليب المسيح جرد الشيطان من السلطان بتاعه، من الرياسة بتاعته، من يعني النفوذ بتاعه اللي كان بيستعمله قبل مجيء المسيح. يبقى يعني نرجع تاني عشان الآية دي فيها كذا حاجة، يقول المسيح نازل من السماء، شاف الملاك نازل من السماء مفتاح الهوية،
وقيد الشيطان اللي هو التنين اللي هو الحية القديمة اللي هو إبليس، قيده 1000 سنة اللي هي الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي، طرحه في الهاوية مع ملوث سلطان وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل أمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعدين بقى في آخر الأيام قبل المجيء الثاني يقول لابد أن يحل زمانا يسيرا. نكمل بقى في سفر الرؤيا ويقول ورأيت عروشا فجلسوا عليها. مين اللي جلس على العروش؟ اللي هم الناس بقى اللي عايشين مع ربنا، الناس اللي قبلوا كلمة ربنا، دول ليهم عروش، ليهم تيجان على الأكاليل، على الشهادة بتاعتهم، إذا كان شهدوا بالدم أو شهدوا بحياتهم. وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع اللي هم الشهداء ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته. الناس اللي هم عاشوا مع ربنا وملكوا مع ربنا أو بيملكوا معاه في 1000 سنة دلوقتي، ودول اللي هم شهدوا للمسيح، يعني خلوا بالكم ليهم صفتين، شهدوا لربنا، والشهادة دي بتنفيذ وصية ربنا. كل مرة أنا بنفذ وصية ربنا أنا بشهد لربنا. وتاني حاجة، لم يسجدوا للوحش ولا لصورته. يبقى دي نقطة مهمة، يعني يا ريت يعني نركز عليها النهاردة، إن مين اللي بيملك مع المسيح؟ مين اللي ليه الإكليل؟ اللي بيشهد لربنا، يعني بيسمع كلامه وما بيمشيش ورا الوحش وصورته اللي هي يعني الضلالة بتاعت الشيطان. ولم يقبلوا السما على جباههم ولا على وعلى أيديهم. وقلنا قبل كده إن السما على الجبهة يعني واحد يدي فكره للشيطان، يدي فكره لحاجة ضد ربنا بدل ما يفكر في الحاجة اللي ربنا بيقولها. وعلى أيديهم، والإيد هي العمل، يعني في واحد بيفكر في كلام ربنا وبيعمل أعمال ربنا، وفي واحد بيفكر ضد ربنا وبيعمل ضد ربنا. فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، ودول هم يعني كل القديسين اللي عاشوا من أيام من ساعة لما المسيح جه لغاية دلوقتي ومستمرين يعني. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. برضو ده يعني مفهوم يعني نتكلم فيه شوية. إيه هي القيامة الأولى؟ يعني بيقول في ناس بقى ما قبلوش وماتوا، ماتوا روحيا، يعني ما قبلوش كلمة ربنا فما فيهمش حياة، زي ما شفنا مثلا في إصحاح 2 يقول لك اسم أنك حي وأنت ميت. يعني في واحد صحيح عايش يعني بيتنفس وفي حياة، لكن هو ميت روحيا، ملوش صلة بربنا، ملوش اتحاد بربنا. فإيه هي القيامة الأولى؟ القيامة الأولى هي إن أنا أعيش في التوبة، فالتوبة دي بتقومني من موت الخطية. فيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، يعني يا بخت الإنسان اللي بيتوب وبيختبر القيامة الأولى، القيامة الأولى اللي هي اللي وإحنا عايشين دلوقتي لسه، يعني مش القيامة اللي هي الأخيرة. القيامة الأولى يعني وإحنا عايشين دلوقتي أنا بختبر إن أنا بقوم من سقطتي، بقوم من الخطية، بقوم من حياة الشر أو الخطية اللي أنا كنت عايش فيها. فأنا كده بختبر القيامة الأولى. هؤلاء اللي عندهم القيامة الأولى دول، يعني التايبين اللي عايشين مع ربنا، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. يبقى إيه هو الموت الأول؟ موت الخطية، واحد عايش في الخطية بعيد عن ربنا، فده إنسان ميت حتى لو هو عايش. إيه هي القيامة الأولى؟ العكس، إن واحد بيقدم توبة لربنا وبيختبر القيامة. في بقى موت تاني، الموت التاني ده اللي هو بقى الموت الأبدي، يعني اللي مات الموت الأولاني هيموت برضه الموت التاني، واللي قام القيامة الأولانية هيقوم في القيامة الأخيرة. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، يعني اللي عايش هنا مع ربنا منتصر قايم بحياة توبة، ده الموت الثاني ليس له سلطان عليه، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. يبقى دول هيعيشوا زي ما قلنا الله دعانا ملوك وكهنة. ملك يعني عنده سلطان على نفسه، على تصرفاته، على حواسه، على
كل حاجة بيعملها، وكاهن يعني بيقدم ذبايح لربنا، بيقدم ذبيحة الصلاة، ذبيحة التسبيح، ذبيحة الخدمة، كل دي ذبايح احنا بنقدمها لربنا. يبقى عشان نراجعها بسرعة كده، في موت أول، موت الخطية، الإنسان عايش في الخطية، في قيامة أولى، العكس، واحد مش عايش في الخطية، بيغلط بس بيقوم بسرعة وبيتوب. وبعد كده في موت تاني اللي هو الموت الأبدي، اللي هو الانفصال عن ربنا، والقيامة التانية طبعا اللي هي إن الواحد يدخل السماء ويبقى مع ربنا على طول. ثم متى تمت ال1000 سنة، اللي هو بقى يعني في نهاية الأيام، يحل الشيطان من سجنه. ده اللي هو في فترة النبي الكذاب، أو الفترة اللي هي الضيقة العظمى يعني الأخيرة. ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. في ناس بيقولوا إن دي هتبقى معركة حقيقية، ودي يعني غالبا هي هرمجدون اللي اتكلمنا عنها قبل كده، إن هيتجمع جيوش كتير وهيتجمعوا في المدينة المقدسة إسرائيل وهيبقى في حرب. في ناس تانية بتفهم الموضوع ده بشكل روحي، إن هيبقى في حرب شديدة على أولاد ربنا. في الضيقة العظمى دي هيبقى في حرب شديدة، لأن الشيطان اتحل من سجنه، ولأن جمع عليهم بقى يعني كل قواته، عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. المدينة المحبوبة هنا يقصد أورشليم، عشان كده في ناس بتفهم الموضوع ده حرفيًا، إن فعلًا هيحصل حرب وهتحصل في الأرض المقدسة. وفي ناس بيقولوا المدينة المحبوبة دي اللي هي الكنيسة، ومعسكر القديسين اللي هو الكنيسة، فهيبقى في حرب على الكنيسة، مش لازم تبقى حرب مادية، لكن حرب يعني معنوية على الكنيسة، اضطهاد للكنيسة في آخر الأيام. فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. ففي الآخر بقى، دي النهاية بقى، إن في نار نزلت من عند ربنا في السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم، أكلت يعني كل الجيوش دي اللي هي جيوش الشيطان، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت. فدي بقى النهاية خالص، ده إن الشيطان، دي دينونة الشيطان، يعني هو كان في الهاوية اللي هو مكان الانتظار، لكن دلوقتي بقى هيطرح في بحيرة النار والكبريت، ده بقى اللي هو جهنم، حيث الوحش والنبي الكذاب. وقلنا برضو إن الوحش هو ضد المسيح، والنبي الكذاب اللي هيجي في آخر الأيام، ودول بيشتغلوا بقوة الشيطان. وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. يبقى الحرب دي يعني بيتكلم على نهاية الأيام خالص، ودي نصرة المسيح، إن المسيح نزل نار من السماء وأنهى عليهم، وبعد كده إبليس اتطرح في بحيرة النار والكبريت. بعد كده بقى، طالما إبليس يعني خلاص راح جهنم، يبقى دلوقتي في إيه بقى؟ ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. يبتدي بقى يتكلم عن السماء من هنا بقى لغاية آخر السفر. يقول رأيت عرشا عظيما أبيض. أبيض ده رمز العمل ربنا النقي، والعرش العظيم ده طبعا عرش ربنا، والجالس عليه اللي هو الله الذي من وجهه هربت الأرض والسماء. وهنشوف في الإصحاح الجاي إن هو يقول ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، يعني كل القديم خلاص هيهرب، وكمان أي حاجة يعني أي إنسان ممشيش مع ربنا برضه هيهرب من وجه ربنا. ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا، ده كل الناس بقى اللي ماتوا في كل الدهور اللي فاتت، الصغيرين والكبار واقفين أمام الله، وانفتحت الأسفار، ده اللي هو بقى يوم الدينونة. يبقى رأيت الأموات، كل واحد هيقوم، وكلهم هيقفوا قدام ربنا، وانفتحت الأسفار. وقديس أغسطينوس يقول إن الأسفار دي يعني بيقول إن هي هتبقى الضمائر، إن كل واحد كده هيشوف يعني شريط حياته. عشان كده القديس بولس يقول هيستد كل فم، يعني أنا لما أشوف كل أعمالي، ما ينفعش بقى إن أنا أجادل مع ربنا أقول له ليه، أو لأن كل واحد هيشوف العمل اللي هو عمله. انفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة.
وشوفنا قبل كده ان سفر الحياة ده هو اللي مكتوب فيه كل يعني المدعوين المختارين اللي هم مختارين يعني من الله، وهم ثبتوا في الاختيار ده زي ما قلنا. يعني مش معنى كده ان في واحد مختار واحد مش مختار، بس في واحد قبل الدعوة بتاعت ربنا وثبت في الاختيار بتاعه، وفي واحد ما قبلش. ودينا الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. عشان كده بنقول كل واحد هيشوف أعماله وعلى حسب عمله هياخد الجزاء بتاعه. وسلم البحر الأموات الذين فيه. البحر اللي هو يعني زي ما قلنا قبل كده رمز للعالم الدنيا، سلم الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما. يعني في ناس كانوا في الهاوية، في ناس في الدنيا، ودينوا كل واحد بحسب أعماله. يعني دول اللي هم الناس اللي معاشوش مع ربنا. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. يعني بعد كده بقى إيه، زي ما قديس بولس بيقول في كورنثوس 15، آخر عدو يقتل هو الموت، آخر عدو يقتل هو الموت. فبعد ما الشيطان طرح في بحيرة النار، بعد كده الموت نفسه طرح في بحيرة النار، ما بقاش للموت سلطان على الناس، ما فيش موت فيما بعد. والهاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني. يبقى الموت الثاني اللي هو زي ما قلنا هو الانفصال عن ربنا. كل حد هيبقى نصيبه في بحيرة النار ده انفصل عن ربنا، ما بقاش ليه نصيب مع ربنا. هو ده الموت الحقيقي، إن الإنسان ينفصل عن ربنا. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. وزي ما قلنا سفر الحياة ده اللي مكتوب فيه هو الناس اللي عاشوا قبلوا دعوة ربنا وثبتوا في الدعوة دي. يبقى يعني نراجع كده على الإصحاح ده بسرعة عشان يعني في كذا حاجة مهمة. المسيح قيد الشيطان، قيده 1000 سنة، ودول 1000 سنة اللي احنا عايشينهم دلوقتي بنعيشهم مع المسيح. المسيح بيملك علينا بحبه بوصيته، واحنا بنطيع الوصية دي. وبعدين بعد كده بنشوف إن الناس اللي عايشين مع ربنا في 1000 سنة دول هم اللي بيشهدوا للمسيح وبيشهدوا ليه بطاعتهم للوصية، وبإن هم ما يعني ما بيقبلوش الوحش ولا صورته ولا السمة بتاعته على جباههم ولا على أيديهم. وبعدين شفنا إن في حاجة اسمها الموت الأول اللي هو موت الخطية، والموت التاني اللي هو الانفصال عن الله، والقيامة الأولى اللي هي التوبة والحياة مع ربنا، والقيامة التانية اللي هي، وإن كان مفيش كلمة القيامة التانية مش موجودة، لكن إحنا عارفين القيامة الأخيرة يعني في يوم الدينونة اللي هي كل الناس هتقوم زي ما شفنا في آخر الإصحاح، واللي عاش مع ربنا هو اللي هيخش السماء. وبعدين في آخر الأيام ما تتمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه، ودي حرب هتيجي على أولاد ربنا. لكن ما نخافش، لأن احنا شفنا قبل كده إن في وقت الحرب دي شفنا يعني كذا حاجة في سفر الرؤيا طمنتنا. أول حاجة إن كان في شاهدين اللي هم أخنوخ وإيليا، وإن هم بيساندوا بيشهدوا لربنا في وقت الضيقة. وشفنا كمان إن في وقت الضيقة لما في مثل المرأة إن اللي هي الكنيسة، إن ربنا عمل ليها مكان لتعال فيه زمان وزمانين ونصف الزمان اللي هم وقت الضيقة العظيم. وبعدين بنقول إن دي ممكن تبقى حرب، وممكن تبقى حرب معنوية، وبعد كده دي بقى النهاية لما الحرب دي يعني تشتد، إن ربنا هينزل نار من السماء وينهي على الشيطان وأعوانه، ويطرح الإبليس في بحيرة النار والكبريت. وبعدين نشوف بقى منظر السماء والأسفار مفتوحة، وكل إنسان بيشوف عمله، وكل واحد بياخد على حسب عمله. ودي هي الدينونة الأخيرة. ناخد كام آية كده في إصحاح 21 ونكمله المرة الجاية. بيقول ثم رأيت سماء جديدة. خلاص بقى يعني آخر الإصحاح اللي فات دي الدينونة، ده يوم الدينونة، يعني كل حاجة خلصت. نبتدي بقى نشوف السماء. يعني نبتدي بقى في إصحاح 21 و22 يكلمنا عن السماء. مفيش بقى كلام تاني عن الشيطان وعن الحروب وعن جماد غضب الله، ومفيش حاجة تاني دلوقتي. يعني الدينونة تمت وبنشوف منظر السماء. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. أول حاجة يقول إن كل حاجة جديدة، في سماء جديدة. وبرده دي يعني السماء هي إيه؟ هي وجود الإنسان في حضرة ربنا.
فدي حاجة جديدة ما كانش الإنسان متمتع بيها قبل كده. والأرض الجديدة كأن برضو العلاقات اللي هي ما بين الناس وبعض هنا على الأرض هتبقى في علاقات، بس علاقة بقى من نوع يعني مختلف، من نوع أجمل بكتير. لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت، كل اللي فات يعني خلاص انتهى، ربنا يصنع كل شيء جديد. والبحر لا يوجد فيما بعد، البحر لا يوجد فيما بعد يعني ما فيش، احنا قلنا البحر ده رمز الدنيا بالملوحة بتاعته، إنها ما بترويش الإنسان، بالاضطراب بتاعه، بالخطورة بتاعته، البحر ده مش موجود، ما فيش خطر، ما فيش اضطراب في السماء، ما فيش عالم يعني بما فيه من حاجات يعني تبعد الناس عن ربنا. وأنا يوحنا بيقول هنا يعني بيشهد، أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. طبعا في كذا معنى حلو هنا. أول حاجة السماء هو قال عليها يعني، أو المدينة دي نازلة من السماء، والمدينة دي اسمها أورشليم الجديدة. أورشليم معناها إيه؟ معناها مدينة السلام. وأورشليم دي كانت محل وجود الله في وسط شعبه، يعني الهيكل كان في أورشليم، وكان ده مكان حضور ربنا في وسط الشعب بتاعه. فهو بيقول رأيت أورشليم الجديدة مدينة، بس مدينة مقدسة. مقدسة يعني إيه؟ يعني ربنا قدسها، خصصها ليه هو. نازلة من السماء، هي نازلة من السماء يعني كأنها فاتحة حضنها بقى لكل الناس اللي هيكونوا في المدينة دي، من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وده برضو معنى بنشوفه في الإنجيل على طول من العهد القديم، إن ربنا كان دايما يشبه شعب إسرائيل بالزوجة وهو الزوج، يعني ربنا هيتحد مع شعبه بعلاقة سرية. وده اللي القديس بولس بيتكلم عليه، يقول لما جه يتكلم يعني عن الزيجة يقول أتكلم عن المسيح والكنيسة، يعني إن المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ده مسكن الله مع الناس. ودي يعني حاجة اتكلمنا فيها قبل كده، بس يعني من أجمل الآيات اللي في سفر الرؤيا، إن في الآخر خالص يعني نشوف، واحنا دلوقتي في رؤيا 21 قرب النهاية، وفي سفر التكوين برضو ربنا يقول لنا ان هو عايز يسكن في وسط شعبه. في وسط الخروج، في سفر الخروج بيقول لموسى اصنع خيمة وخليها تبقى في وسط الشعب، يعني حتى لو تبص في الصورة هنا تلاقوا ان الاسباط كانت مترتبة 3 اسباط من كل ناحية، وربنا عايز الخيمة تبقى في النص. كأن ربنا من التكوين لغاية الرؤية بيقول لنا انا عايز اسكن في وسط شعبي. لما خلق آدم وحواء كان ساكن معاهم في الفردوس، كان معاهم في الفردوس يعني بيشوفوه بيتكلموا معاه. وبعد ما آدم وحواء سقطوا، كل بقى يعني تدبير الخلاص اللي ربنا عمله علشان يرجع الإنسان تاني للسماء، عشان يرجع الإنسان تاني لأن هو يبقى ساكن مع الله، هو ذا مسكن الله مع الناس. قال الله مع الناس لأن الله هو اللي يعني هو دايما اللي بيبتدي، هو دايما المبتدئ بالصلاح، وإن الناس هي اللي محتاجاه، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. الآية دي لو يعني تدوروا كده في العهد القديم تلاقوها إنها اتكررت كتير، إن ربنا عايز يبقى إحنا شعبه وهو إلهنا. لكن للأسف كان دايما الإنسان بيرفض الدعوة دي، يعني كل ما ربنا يقول أنا عايز الإنسان يبقى معايا وأنا أبقى الإله بتاعه، يبقى الإنسان يدور على إله تاني ويعبده، سواء بقى في صنم، سواء في شهوة، في أي حاجة، ويبعد عن ربنا. لكن اتحقق بقى بتدبير الخلاص باللي المسيح عمله لينا، إن هو رجع الناس تاني للسماء وبقوا ساكنين معاه في الأبدية. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. دي بقى بيدينا كده يعني شوية يعني حاجات كده نقدر نفهمها عن السماء دي فيها إيه. يقول أول حاجة
لسان ما فيهاش حزن، سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. طبعا هو ما فيش دموع لأن ما فيش يعني حاجة مادية بس، وما فيش حزن، لكن هو تعبير بيقول لنا إن ما فيش حزن، سيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد. فبرضه حاجة جميلة قوي لما الواحد يفكر كده، يعني ما فيش حزن وما فيش موت. هو إيه أكتر حاجة بتخوف الإنسان يعني هنا على الأرض؟ الموت. يعني أي حاجة ممكن تحصل تخوف الإنسان عادة بتبقى حاجة بتؤدي للموت. فلو مفيش موت يبقى خلاص الإنسان مش هيبقى خايف من حاجة. والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. مفيش حزن ومفيش توجع زي ما هنا على الأرض. في حاجات كتير بتضايقنا، حاجات كتير بتتعبنا، لكن في السماء مفيش. يقول لأن الأمور الأولى قد مضت. كأن السماء فيها حاجات تانية بقى جديدة خالص. إيه هي؟ ما نقدرش نعرفها. يعني القديس بولس لما اختطف للفردوس يقول إن هو شاف حاجات ما قدرش إن هو يعبر عنها. وحتى القديس يوحنا في سفر الرؤيا يعني يعبر على قد ما يعني إحنا نفهم، بس في حاجات برضو ما نقدرش نفهم غير يعني الناس اللي هي راحت السماء فعلا أو الفردوس. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. فربنا برضو بيكرر، يعني دي حاجة كذا مرة دلوقتي تتعاد: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. في سماء جديدة، وفي أرض جديدة، في علاقات جديدة، في علاقة جديدة بربنا. وقال لي: أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. فبيقول له يعني أكد إن الأقوال اللي أنا بقولها دي صادقة وأمينة، كل اللي أنا بقوله ده حق وهيحصل. ثم قال لي: قد تم. بعد كده بقى يقول له إيه؟ قد تم يعني it's finished، دي النهاية. كل اللي أنا وعدت بيه عملته. أنا وعدت إن أنا أخلص الإنسان وخلصته، وعدت إن أنا يعني أتعهده بالخلاص بتاعي في حياته وعملت كده. فقد تم. أنا هو الألف والياء. ابتدى يفكره تاني في أول سفر رؤيا، قال الآية دي ودلوقتي بيعيدها تاني: أنا هو الألف والياء، أنا الأول والآخر، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. جميلة قوي الآية دي. يعني السما فيها إيه؟ إن ربنا بيدي العطشان. يعني هنا إحنا أحيانا كتير بنعطش وبنلاقيش. ليه؟ لأن إحنا مش بنروح لربنا. لكن ربنا يقول: أنا أعطي العطشان، أي واحد عطشان لحاجة أنا أعطيه من ينبوع ماء الحياة اللي هو الينبوع بتاع ربنا. بس كمان الكلمة الجميلة في الآخر يقول مجانا، يعني كل واحد يجي ويشرب مجانا. وعلى فكرة المسيح قال كده في إنجيل يوحنا، يقول: من إن عطش أحد فليأتي إلي. إن عطش أحد فليأتي إلي. بس كلمة إن عطش يعني إيه؟ يعني لو هو حس باحتياجه. لكن لو هو ما حسش بالاحتياج بتاعه ومش حاسس ان هو عطشان مش هيجي. فكل انسان محتاج لربنا، ربنا بيديله مجانا. وبعدين اخر آية بقى ناخدها النهاردة: من يغلب يرث كل شيء. الانسان اللي يغلب هنا على الارض يغلب ايه بقى؟ يغلب ذاته، يغلب في الحرب الروحية اللي هو بيمر بيها، إن هو يحتفظ بنفسه تايب، يحتفظ بقلبه نقي. اللي يحتفظ بقلبه نقي ده يعيش كل شيء. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، ويقول طوبى للرعاة لأنهم يعيثون الأرض. من يغلب يعيث كل شيء وأكون له. يعيث كل شيء كمان دي يعني كلمة كبيرة قوي، يعني ما قالش هيعيث إيه، قال كل شيء. ويمكن دي ليها معنى حلو، يعيث كل شيء دي، إن هو يعني الإنسان اللي هيعيش مع ربنا هو عنده بقى المصدر كل شيء. ربنا ده يعني هو مصدر كل العطايا، كل شيء، وربنا ده هو عايش معاه، فهو يعيث كل شيء. وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. برضو بيعيد نفس الآية: أكون له إلها، بس هنا بقى بيقول مش شعبا، يقول ابنا. وطبعا إحنا كلنا ولاد ربنا، احنا كلنا خدنا التبني لما تعمدنا والروح القدس ساكن فينا، احنا ولاد ربنا. يقول احنا دلوقتي بنقدر نقول لربنا: أبانا الذي في السماوات.
وأما الخائفون، يعني بعد كده بقى يقول مين بقى الناس اللي مش هتخش. العجيبة إن هو أول يعني مجموعة اتكلم عنهم، يعني ما هياش مثلا خطية من الخطايا الكبيرة، لكن بيقول أما الخائفون. الخائفون هنا يعني اللي هم يعني بسبب الخوف مش بيعيشوا مع ربنا، يعني واحد خايف على حياته، خايف على مستقبله، خايف على إن هو خايف، يعني بسبب الخوف ده ما بيعيش مع ربنا، بينكر ربنا. وغير المؤمنين اللي ما آمنش بربنا، والراجسون، الرجاسة اللي هي العمل الخاطئ اللي عكس إرادة ربنا، يعني abomination، يعني حاجة عمل مش كويس وطبعا ضد مشيئة ربنا. والقاتلون والزناة، وبرضه هنا في زنا روحي زي ما قلنا قبل كده، إن هو يعني إنسان بيزني بعيد عن ربنا، يعني بيعيش بيعبد آلهة أخرى. والسحرة اللي بيستعملوا السحر وبيتعاملوا مع الشيطان يعني. وعبدة الأوثان، ودي طبعا بقى بتجمع كل حاجة، عبدة الأوثان كل صنم الإنسان بيتعبد ليه، كل حاجة بتاخد مكان ربنا. وجميع الكذبة برضو دي مهمة، كل إنسان بيكذب، يعني لأن هو المسيح قبل كده قال الشيطان هو الكذاب وأبو الكذاب. فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. فكل دول هم بقى هيبقى نصيبهم بعيد عن ربنا، انفصلوا عن ربنا، الذي هو الموت الثاني. زي ما قلنا الموت الثاني هو الانفصال عن ربنا في الأبدية، الموت الأول هو موت الخطية. فدول الخائفون وغير المؤمنين والراجسون وكل الأمثلة دي، دول اللي هم ما عدوش من الموت الأول، يعني ما كانش ليهم القيامة الأولى، ما تابوش. طبعا خلوا بالكم، احنا قلنا القيامة الأولى هي ايه؟ يعني حتى لو يعني احنا بنغلط، لكن انا بقوم، بتوب وبقوم، يبقى انا كده ليا القيامة الأولى. لكن اللي بيقع ومش عايز يقوم هو ده اللي هو الموت الأول، يعني قدر عليه. نوقف عند الآية دي، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل بقية الإصحاح، والإصحاح اللي بعده إصحاح 22. لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين. لو حد يحب يعلق على حاجة أو يسأل اتفضل. عندي سؤال يا سابونا. اتفضل يا كريم. الألف سنة دي اللي هي ما قالش 100 سنة، هل ليها معنى؟ هو يعني عادة رقم 1000، يعني لما شفنا رقم 1000 قبل كده في سفر رؤيا كان بيعني السماويات، يعني مثلا لما شفنا 144 ألف اللي هم 12 من العهد القديم و12 من العهد الجديد، يبقى 12 في 12 يعني 144، وبعدين 1000 اللي هو رقم السماء. فهو يعني أول حاجة بيشيل السماء، تاني حاجة رقم 1000 زي ما القديس بطرس بيقول يوم واحد عند الرب بألف سنة وألف سنة كيوم واحد، يعني هو بيرمز لزمن طويل، بس هو يعني ما هوش ألف سنة بالظبط، فترة لكن هو زمنية. يوم الرب، هو يوم الرب. عشان كده احنا بنقول ان احنا عايشين في يوم الرب، اللي هو اليوم اللي ابتدى بالخلاص لما المسيح جه وخلصنا، وينتهي في نهاية الأيام. طب سؤال تاني. اتفضل. أرواح الناس لما بتسيب الجسد بتذهب جزء بيروح الجحيم وجزء بيروح الفردوس، مش كده؟ تمام. فهل معنى كده ايوه. إن في شيء من الدينونة حصل في الوقت ده قبل الدينونة الأخيرة؟ هو مش دينونة، لأن الدينونة في اليوم الأخير زي ما قرينا كده في آخر إصحاح 20، إن في اليوم الدينونة هتفتح الأسفار، ودي هتبقى هي يعني يوم الدينونة لكل الناس، لما كل الأموات يقوموا وكل واحد يقف قدام ربنا. لكن هي فيها نوع من إن كل واحد عارف مصيره فين، يعني اللي في الفردوس عارف إن هو رايح السماء، واللي في الجحيم عارف إن هو رايح جهنم. بس اللي في الفردوس يعني برضو بيشوفوا شيء من النعمة، واللي في الجحيم بيشوفوا شيء من العذاب برضو، طبعا، فمعنى كده لأن إن في يعني نوع زي من ما ال
حصل شيء من طبعا اللي يعني عندها. القديس بولس بيقول لما راح الفردوس يقول شفت حاجات يعني لا يعني ما اقدرش اتكلم عنها، ما لم تره عين ولم يسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر. يعني اللي عايز اقوله ان هو يعني قبل الدينونه الاخيره اللي في الفردوس عارفين مصيرهم، واللي في الجحيم عارفين مصيرهم. طبعا طبعا، واللي في الفردوس متمتعين بربنا واللي في الجحيم مش متمتعين بيه طبعا. شكرا. العفو. أبونا عندي سؤال. تفضلي يا سوسي. حكاية الموت الأول والموت الثاني والقيامة الأولى والثانية، فاكرة إن الموت الأول ده اللي هو مات بالجسد فعلا ودخل الجحيم، ده الموت الأول، والموت الثاني إن هو خلاص هيدخل يعني خلاص عذاب أبدي، والقيامة الأولى والقيامة الثانية بالعكس بقى، دي اللي هي القيامة الأولى اللي هو حد مات وبس في نفس الوقت عارف إن هو أعماله كويسة ودخل الفردوس، والقيامة التانية دي بقى في القيامة بقى اللي هي كل الناس هتقوم وهيدخلوا بقى السماء، مش كله يعني اللي هم الناس الكويسين. ف هو يعني التفسير بتاع إصحاح 20 كان يعني يقول إن الموت الأول هو موت الخطية، يعني زي كده ما شفنا الزناة والسحرة والفاسقون والخائفون وكل المجموعات دي، دول اللي هم ده الموت الأول. الموت الأول يعني أصل هو يعني حتى في التفسير يقول الموت الجسدي مش محسوب هنا، لأن إحنا بنقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. فهو الموت هنا محسوب إن هو انفصال عن ربنا، مش انفصال الروح عن الجسد. فالانفصال عن ربنا ده ليه شقين، يعني شق هنا على الأرض إن أنا انفصلت عن ربنا بسبب الخطية ومش بتوب، يبقى ده الموت الأول. والموت التاني بقى إن ده permanent، يعني إن هو واحد دخل الجهنم يعني انفصل عن ربنا للأبد، فده الموت التاني. لكن الموت الجسدي ما هواش محسوب في الموضوع ده، يعني الموت الجسدي هو مجرد عبور من يعني انتقال، يعني زي ما بنقول في أوشية الراكدين. فبرضو القيامة الأولى، عشان كده يقول طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. يعني اللي ليه نصيب في القيامة الأولى يعني عايش حياة منتصرة مع ربنا، ده الموت الثاني مش هيبقى له سلطان عليه، يعني مش هينفصل عن ربنا في الأبدية. Thank you, Buna. You're welcome. أبونا أنا عندي سؤال لو سمحت. اتفضلي اتفضلي. بيقول بس دي يعني منها جوه سفر الرؤيا وجزء منها بره. ربنا لما بيقول هتفهمه فيما بعد، يعني لو حد مثلا جرب تجربة جامدة ويعني صليبه تقيل بالكلمة المعتادة اللي احنا بنقولها، تجاربه كتير متجرب اكتر، بنقول ربنا يقول هتفهمه فيما بعد. هل ربنا هيمسك واحد واحد كده ويقول له انت كنت زعلان مني في كذا وكذا وكذا، وانا عملت ده عشان خاطرك كذا وكذا، ولا ايه هنفهم فيما بعد ازاي يعني؟ هو لما ربنا بيفتح عينين الإنسان إن هو يشوف حاجة هو بيفهم لوحده، يعني مش فكرة إن ربنا هيقعد مع واحد واحد يشرح له، أنا هو مجرد استغربت. بيفتح هو مجرد بيفتح عينين الإنسان. يعني مثلا هو قال الآية دي لمين؟ قالها لبطرس لما قال له مثلا، لا آسف، هو قال له ستتبعني فيما بعد. لكن هو بيقول إن الخوف ده، إن الفهم قصدي ان انا مش فاهم حاجه مثلا دلوقتي، لكن يمكن افهم هنا على الارض، يمكن افهم في السماء. بس في السماء اكيد هفهم. ليه؟ لان هو بيقول دلوقتي لما انا افتح عينين الانسان على حاجه هو بيشوف، زي مثلا يقول فتحت الاسفار. فتحت الاسفار دي، طب وبعدين بعد ما فتحت الاسفار؟ عشان كده القديس وسينس يقول الاسفار دي هي الضمائر بتاعت الناس، إن هو بيشوفوا أعمالهم كلها. فلما يشوفوا أعمالهم ما هماش محتاجين حد يشرح لهم أنت عملت صح ولا غلط، ما هو خلاص هو شايف إيه اللي حاصل بالظبط قدامه. فنفس الفكرة برضو، لما أنا أشوف مثلا قصة بس شايفها بقى وأنا في الأبدية،
فأنا شايف ربنا كان قصده إيه من كده. يعني مثلا زي يوسف مثلا في العهد القديم، لما يعني وهو في السجن وهو بيخدم فوتيفار، وهو يعني اتبهدل كتير، لكن ممكن ما كانش فاهم في الوقت ده ليه ربنا بيعمل كده. لكن لما بقى تاني راجل في مصر، راح قال لإخواته: أنتم أردتم بي شرا، لكن الله أراد به خيرا. يعني أنا شفت ربنا ما قعدش معاه وشرح له، لكن ربنا وراله من خلال حياته إن هو كان ليه خطة لخلاصه. فما بالك بقى يعني ده هنا على الأرض، ما بالك بقى في السماء، إن الناس لما تشوف كل الأعمال وتشوفها بوضوح وتشوف كل الخطة بتاعت ربنا، طبعا هيفهموا قصد ربنا إيه. مرسي أبونا خالص. سلام يا أستاذ أبونا. سلام هاني. اتفضل يا حازم. اتفضل هاني، اتفضل. اتفضل اتفضل. أبونا، هو أنا يعني استكمالا للسؤال بتاع سوزي على الموت الأول والقيامة الأولى. طب مش إحنا كلنا يعني نعتبر كنا أخذنا القيامة الأولى في المعمودية، يعني كنا ميتين وقمنا القيامة الأولى في المعمودية؟ بالظبط. بس القيامة الأولى دي بقى، دي اللي بنكملها بحياتنا. يعني ما عشان كده يعني جت في كذا مرة في سفر الرؤيا حتة المعمودية، إن أنا يعني حياتي هي تكميل المعمودية أو تتميم للمعمودية بتاعتي، إن أنا بعيش يعني على مستوى المعمودية بتاعتي. يعني أنا مت وقمت مع ربنا في المعمودية، فأنا بكمل المشوار ده بقية حياتي. فهي دي أنا عايش القيامة الأولى. عشان القيامة الأولى. سلام يا أبي. اتفضل. سلام هاني. أتسابونا في الإصحاح 20 الآية 8، هو بيقول: ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض، جوج ومجوج، ليجمعهم للحرب. هو قصده إيه بجوج ومجوج؟ هو يعني في إيه كذا تفسير لجوج وماجوج. اول حاجه ان في ناس بيقول هو في يعني في نبوات في اشعياء عن جوج وماجوج، يقول جوج رئيس ماجوج، يعني هو جوج ده الرئيس بتاع ماجوج، اللي هي يعني ماجوج دي مكان على بحر قزوين. فهو في ناس بيقولوا ان هي روسيا، في ناس بيقولوا ان هي الصين مش روسيا. فعشان كده في ناس بتاخد الآية دي وتقول ان هيحصل حرب كبيرة، وهيحصل حرب مثلا من الصين او فيعني ده التفسير اللي هو الحرفي. لكن في بقى تفسير تاني، ان هو جوج وماجوج دي يعني كل أمة او كل شعب بيقف ضد ربنا. فالتفسير الرمزي بتاعها إن هيتجمع الناس اللي هم ضد ربنا بقيادة الشيطان يعني على الكنيسة اللي هي المدينة المحبوبة أورشليم. فزي ما بنقول التفسير الحرفي، ممكن بقى تروح فعلا الليترالي جوج وماجوج دي روسيا أو الصين، ودول هيحاربوا فعلا في مكان في إسرائيل زي مثلا هرمجدون. لكن التفسير الرمزي بيقول إن هو يعني دي قوة الشيطان اللي هي ضد المسيح، وهتتجمع على الكنيسة اللي هي المدينة المحبوبة وتحاربها، لكن في الآخر الغلبة للمسيح، لأن هو بيقول هينزل نار من السماء ويخلص الحرب دي، فالغلبة في الآخر لربنا. تمام يا صابون، شكرا أوي. لو سمحت يا أبونا. اتفضلي منى. هو إيليا وأخنوه هينزلوا بجد على الأرض يا أبونا؟ وإيه حكمة ربنا في إنهم ينزلوا فعلا ويجوا؟ إزاي هيقاوموا الحرب اللي هي لو جوج وماجوج دي حرب حقيقية، هيقاوموا حرب زي كده إزاي؟ برضه في تفسيرين. التفسير الحرفي إن هو إيليا وأخنوخ، لأن إيليا وأخنوخ ما ماتوش بالجسد، يعني هما الاثنين الوحيدين اللي ما ماتوش بالجسد. والتفسير الروحي بتاعها ان هو ايليا واخنوخ دول يرمزوا لكل انسان، عشان كده يعني لما جينا قرينا عنهم في سفر الرؤيا يقول هما زي الزيتونتان والمنارتان. فالمنارة دي يعني فيهم نور ربنا، والزيتونتان الزيتون هو اللي بيجي منه الزيت بتاع الإضاءة، فده زيت الروح القدس. فبيقول يعني التفسير الرمزي بتاعها ان دول الناس اللي هيبقوا عايشين في وقت الضيقة العظمى، اللي هم بيشهدوا لربنا بالروح القدس اللي بيشتغل فيهم. اوكي، ميرسي يا ابو. العفو.
بس في احتمال ينزلوا بجد يعني. يعني في تفسير بيقول كده. منى. لا مش بجد بهزار يا منى. لا بجد. اوكي. هو التفسير اللي بيقول ان هم هيجوا بيقول ان كل انسان لازم يتنفذ عليه حكم الموت. فهم بانهم ما ماتوش فعلا على الارض فلازم هيجوا يموتوا ليتنفس فيهم حكم الموت. ده سمعنا تفسير كده. طيب thank you everyone and نصلي. thank you بونا. بسم الله.